رضا فيليستاسيون تو دابور. اش وقع لك في الدوز في بريمي سيت؟ كان في الاولى 5-0 ومن بعد حبستي، اش وقع؟ كان صحاب لي راسي ما تيكون ساهل، ولكن هو كيلعب مزيان تبارك الله. داكشي كيلعب مزيان و زعما كان ماتش تخي سيري، وخا سكور كان 6-2، كان ماتش تخي سيري كاع لي جو 40 طون. وقول لي كيفاش دابا انت عندك تبارك الله 10 سنين انت زاد قدامي سات ولا في 11 سنه وكتلعب مزيان، شنو هو السر؟ يعني منين جا هادشي؟ من الخدمه. لونترينمون كتريني بزاف؟ كاينه شويه الموهبه؟ لا كاينه شويه الموهبه، لان ماشي كاع الناس كيتريني، ولكن ما عندهمش كاع هاد. شكون المدرب ديالك؟ خالد حميدي. ايه سي ان بون انترينور. ايه كيدير معايا خدمه مزيانه الحمد لله. اذا كنشكرهم هذا المنبر هذا، كنشكرو كنشكر جميع اللي شاركوا في هذا الشيء. كنشكر مي بارون مي زونترينور كاع دوك لي مونسيتيني. قول كسميتو هذا، لاحظت واحد القضيه بانه دابا لعبتي جوج لي ماتش وعطاوك ستاد لي ماتش وحبسوك، دابا ما حسيتيش في حاجه؟ لانه هذا قانون زعما، ماشي ما يضركش، ويمكن كاع غادي تطلقوك، لان نظرا للمستوى ديالك غادي يعطوك واحد دوتر ماتش، اذا ما يبقاش لك الحال. كيبقى فيا شويه ديال الحال، حيت زعما كنلعب مزيان. باغي تلعب في الريك وداك الشيء. لي 11 ايه، لكن معليش دابا المهم هذا القانون، ودابا ان شاء الله ها هما تزادوك واحد 4 لي ماتش ان شاء الله اخرين وداك الشيء. دابا انت انا كنتمنى كنشوف فيك واحد المستقبل ظاهر، دابا كتحمرنا الوجه ديال المغرب كامل، عارف هذه القضيه؟ عندنا واحد الامل فيك انت كبير، داك الشيء خصك تزيد دائما هكا، واللي عجبني فيك هو السون فروا اللي عندك، وداك الشيء كتبقى دائما ياك توعدنا بانه غتبقى هكا وما تقلقش وتبقى زائد الامام. داكور؟ شكرا.